لعبة الدومينو هي أكثر الألعاب شعبية في كوبا، يلعبها الرجال والنساء كما الكبار والصغار. الدومينو هي اللعبة الأكثر شعبية في كوبا. لا توجد مناسبة عائلية تخلو من طاولة الدومينو. الكوبيون منذ الصغر يتعلمون هذه اللعبة. أينما يوجد كوبيون سيكون هناك الدومينو. الدومينو تشكل نمط حياة للكوبيين، تعلمناها من أبائنا. هي شيء يدل على هوية الكوبي. تمر في الشوارع أو على شرفات المنازل وتسمع أصوات أحجار الدومينو. هي لعبة تنتقل من جيل لجيل. في أي مكان من شوارع البلاد يتحلق الكوبيون حول طاولاتهم ويلعبون الدومينو بنمطها الخاص هنا مع عبارات من توقيع الكوبيين. لبدء اللعبة يتم رمي حجرتي الدومينو، والذي يختار الحجر الأكبر هو من يبدأ اللعبة. هذه اللعبة الشعبية يلعبها الجميع. يمكن أن يستخدم الكوبيون أي لوح خشبي لبدء اللعب بصوت عال وحماس كبير. عندما تخرج برقم محدد يجب أن تدافع عن هذا الرقم، ويجب على شريكك أن يذهب بالاتجاه نفسه، وتكرر هذا باستمرار حتى تنتهي الأحجار أو تقفل اللعبة على رقم محدد، وعليه يتم جمع الأحجار التي بقيت مع كل فريق. الفريق الذي يملك عددا أقل هو الفائز. يتم تسجيل الأرقام التي بقيت للفريق الخاسر، وعندما يصل العدد إلى 100 تنتهي اللعبة. لا يكاد يخلو بيت في كوبا من أحجار الدومينو، فهذه اللعبة الشعبية حاضرة في كل مناسبة. فالكوبيون وبالرغم من الصعوبات يحرصون دائما على علاقات دافئة مع العائلة والأصدقاء. عروة محمود، هافانا، الميادين.